اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم. الملف الأحمر كالمعتاد في وقته تماما، الثانية ظهرا، الثانية من ظهر كل خميس على قناتكم خليجية وعبر أثير روتانا اف ام. أسعد بصحبتكم في طرح هذا الأسبوع الوهم. مو كل المواعيد وهم فقط، بل هناك من يروج لهذا الوهم في وسطنا الرياضي، أو ما يمكن أن يلقبون بالمشعوذون الجدد. نعيش في الألفية الجديدة وفي 2012، وما زال هناك من يروج لفكر الأبيض والأسود، الخمسينات والستينات. مع الأسف لها صداها. هذا ما تفاجأت به، ويمكن الكثيرون أيضا في الأيام الماضية. الدنبوشي ما زال موجودا، السحر طلع على الساحة، أتحدث عن وسطنا الرياضي، التطير، المؤامرة، كل ذلك في وسطنا الرياضي وربما أكثر. ولكن من خلال الحديث مع ضيوف الملف لهذا الأسبوع سنتطرق إلى كل ما يمكن أن يدور في دائرة الوهم في وسطنا الرياضي. أهلا وسهلا بكم، أسعد بصحبتكم وبصحبة كل من الدكتور عثمان البريكان، عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود. مساء الخير دكتور. أهلا وسهلا، ياكم الله والأخوة المشاهدين. أيضا أسعد بصحبة الدكتور صلاح السقة، أستاذ مشارك في علم النفس الرياضي في جامعة الملك سعود وأيضا اللاعب السابق. مساء الخير دكتور. أهلا والله، أهلا وسهلا فيك وبالمشاهدين الكرام. أيضا أسعد بصحبة الكابتن واللاعب الدولي السابق فهد الكلثم. مساء الخير كابتن. مساء الخير أستاذي، مساء الخير الدكاترة، وسعيد بوجودي معك من جديد. أهلا وسهلا فهد بك وبمشاهدي أيضا قناتنا خليجية. في الملف الأحمر نحاول أن نفتح الملف، ومن خلال خبرات هذا الضيوف الملف أن نحاول نتنوع في كل ما يمكن أن يثري الموضوع. سؤال الحلقة ومن ثم تقريرها، وأدخل على طول في تفاصيل الموضوع مع ضيوفي وضيوفكم لهذا الأسبوع. سؤال الحلقة لكم أنتم في مشاركة أيضا كما ترونه، هل تؤيدون أم لا من خلال السؤال التالي: هل الوهم موجود في وسطنا الرياضي؟ كيف ترى أنت؟ نعم، لا، لا أهتم. في آخر الحلقة نستعرض آراءكم جميعها بإذن الله تعالى، ويمكن أيضا أن نتواصل معكم من خلال مشاركتكم عبر تويتر أو عبر إيميل البرنامج أو عبر رسالة SMS كما هي واضحة معك على الشاشة. تقرير البرنامج كما رصده الزملاء. السحر، الدنبوشي، العين، كلمات يرددها بعضا من المنتمين للأندية بعد كل إخفاق أو هبوط عام بالمستوى. وهذه الممارسات تهدف لإيهام الجماهير المغلوبة على أمرها بأن العمل والتخطيط كان على ما يرام، ولكن السحر أو الدنبوشي أو العين هم السبب في الإخفاقات، وهذا هروب من الواقع المر. لتفادي غضب الجماهير والإعلام وعدم الاعتراف بالفشل والاتجاه إلى البحث عن حجج وأعذار واهية، ألا يعلمون بأن هذه الحجج تضعهم أضحوكة أمام الوسط الرياضي؟ عليهم بأن يعلموا أن للذكاء حدود، ولكن لا حدود للغباء. اهلا بكم من جديد، شكرا لزملائي زميلي تركي الدعجم رئيس التحرير، وزملائي ايضا عبد الله القحط واحمد سناني وفارس الصالح وابراهيم الصالح ابراهيم رديعان وعبد الله مطويع في الاعداد هذا البرنامج واخراج زميلي حسين الحريري. اهلا بكم من جديد. ضحك على الدقون ام تبرير ام كل ما يمكن ان يروج من خلال هذا الوسط الرياضي؟ دكتور عثمان سادخل مباشره في الموضوع، هذا الوهم ومن يروجون لهذا الوهم وفي الالفيه الجديده ما زال له رده فعل كمجتمع، كيف يمكن ان نصور المجتمع الرياضي؟ وهل يمكن أن نتقبل ممن يروجون لهذا الأمر؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أحب أشكركم على طرح مثل هذا الموضوع، لأن فعلا له أهمية وله خطورة، ليس على المستوى الرياضي وأن كنا في مجال رياضي الآن، لكن أنا أعتقد خطورته تتعدى إلى المستوى الاجتماعي والمستوى الديني وحتى المستوى العلمي. حقيقة ما أدري هل هو سحر، هل هو دجل، هل هو وهم. أنا أميل لأن نسميه دجل،
حتى يجمع بين الاثنين بين السحر والوهم. وعادة الأمة المهزومة بشكل عام، الأمة المهزومة كما يقول مالك بن نبي مفكر الجزائري، يقول الأمة المهزومة تبحث عن مبررات إذا كانت مهزومة من الداخل. طبعا مهزومة من الداخل لأن المهزوم من الخارج يستطيع أن يتلمس مكان من الضعف ويواجهها، لكن المهزوم من الداخل وهي الطامة الكبرى أن يكون الإنسان مهزوم من الداخل أو النادي مهزوم من الداخل أو الأمة كلها مهزومة من الداخل، فبالتالي تبحث عن مثل هذه المبررات. حقيقة الوقفة أمام سوء الإدارة، سوء التخطيط، البحث عن الفريق النجم، هذه الأشياء هي التي ولدت مثل هذه المبررات. والأغرب من هذا، وإن كان عندي أخوة لاعبين أثنين سابقين فبالتالي إن شاء الله راح نستشهد إذا كان مروا بسحر مهدفين لكن الكرة طلعت أوت ولا كذا، فهذه راح نسمعها منهم. لكن حقيقة التفسير هذا الغير منطقي الغير علمي، تبرير الهزائم، تبرير الضعف، تبرير سوء الإدارة والتخطيط بمقولة نحن لا ننكر السحر. القرآن الكريم تعرض للسحر في مواقف كثيرة، تعرض لها في سورة طه، تعرض لها في سورة يونس، تعرض لها في سورة البقرة، موقف موسى عليه السلام مع سحرة فرعون، فهذه حقيقة. لكن هذه السحر اللي هم تعاطوه الله عز وجل أثبت في هذه الآيات أن هذا لن يفلح الساحر حيث أتى مهما عمل هذا الساحر لن. أما أني أنا والله أجيب مع احترامي للأندية التي أتت بهذه الأشياء أو مارست هذه الأشياء، أن تأتي بمشايخ يقرون على لاعبيها أو أنه يذبحون لهم ديك والدم يمررون على اللاعبين وغيرها من الصور إن شاء الله اللي الإخوة راح يمارسونها، أنا أعتقد هذا ضعف إيماني، ضعف علمي، ضعف عملي تخطيط. يعني أنا الآن أنت تجيب لي مدرب تصرف عليه ملايين وتقول لي إن السحر هو سبب الهزيمة، أنت ليش جايب مدرب بالملايين ومحترفين تصرف عليهم ملايين إذا كنت تعتقد إن الفوز والهزيمة سببها السحر أو الساحر؟ فبالتالي أنا أشكركم على طرح هذا الموضوع، وأنا إن شاء الله بالنسبة لي سوف أتناول القضايا التربوية، القضايا القيم الأخلاقية للمجتمع من خلال إشاعة هذه. أنا أعتقد يعني باختصار شديد المسألة هي قاعد نوصل رسائل للجيل. يعني لو كانت قضية تتعلق بقضايا فردية، أنا جالس في مجلس في 5 أشخاص 6 أشخاص، هاي فلان شوف وضعك والله أقول مسحور يمكن، لكن أن تبث هذه القضية إعلاميا وتبث هذه القضية جماهيريا وتجعل النشء هذا يؤمن بأن المكسب والهزيمة والانتصار والهزيمة والأشياء هذه كلها مردها إلى أفعال الناس وليس إلى قدرة الله عز وجل، أن تجعل هذه القضية ليست بالتخطيط. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتخطيط وهو رسول صلى الله عليه وسلم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والله عز وجل يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بالاتكال. لكن مع ذلك عندما أراد الهجرة أمر ببكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن يخرج من البيت، أن يسر لهم، أن يخرج بطريق غير طريق المدينة، هذا كله تخطيط، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرف أن هذه رسالة موصونة ومع ذلك يخطط. حنا الآن نركن الهزائم هذه سواء الهزم على المستوى الرياضي أو على مستوى اقتصادي أو على مستوى سياسي، نركن هذه القضايا بأن حنا ناس مسحورين أو وضع لنا سحر أو كذا. يعني لو كان السحر حقيقة كانت أفريقيا سيدة بطولة العالم لسنوات، نعم، أو غيرها من الدول. يعني معروف بعض الدول ما أحب أسميها إلا إذا كانت أنتوا عندكم القضية مفتوحة، بعض الدول معروفة بالسحر ومع ذلك مهزومة بالكرة ومهزومة في قضايا كثيرة. لو كان السحر حقيقة، أنا خوفي كله على هذا الجيل القادم أن يؤمن بأن حركته جيدة وذا يتحكم فيها ساحر، وهذا منحة خطير جدا. هي دول كما ذكرت دكتور، دول لها اسمها في كل هذه الأمور ومع ذلك مهزومة رياضيا اقتصاديا سياسيا، مهزومة حتى يعني في شعوبها أيضا وفي كأمة منكسرة ومهزومة. هذا جانب كبير دكتور، ما تفضل به الدكتور أيضا بالإضافة إلى كل ما يمكن أن ندور في وسطنا الرياضي. يعني أنا ما أبغى أحكم بشيء معين، ولكن كل ما ندور في وسط الرياضي من أيضا حب المؤامرة أنه هناك من متآمر عليه، كل هذه تأتي بنفس السياق أيضا، مهما عملت هناك من يتآمر عليه الإسقاطي أو ما شابه ذلك. ردود الفعل عموما دكتور يعني بشكل عام وبحكم أيضا خبرتك كلاعب دولي والآن كأستاذ في علم النفس الرياضي، الخير من يمكن أن يصنف هذا الأمر ويتحدث عن حتى على الأفراد، يعني على الأفراد في الفريق أو حتى كمشجعين وردود فعل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
طبعا لما نجي نتكلم عن الوهم أو ما يسمى بالشعوذة وزي ما قال الدكتور عثمان والدجل والتطير التفاؤل التشاؤم، يعني بشكل عام خلينا نجي نقول أنه هل الأشياء هذه موجودة في الوسط الرياضي؟ وهذا اللي المفروض أننا نتكلم فيه بشكل عام، موجودة في الوسط الرياضي وبشكل عالمي دولي، يعني العملية ميهب مقتصرة فقط محليا. طبعا تختلف أنواعها وألوانها، في من يتكلم عن التطير، في من يستخدم التفاؤل والتشاؤم، وهذه عامة وشايعة بين اللاعبين بشكل عام، لأنه لا ننسى أن الوسط الرياضي ما هو إلا جزء لا يتجزأ من المجتمع بشكل عام. وحقيقة زي ما قال الدكتور عثمان، يعني إحنا هنا نستغل الفرصة لأنه مثل هذا الموضوع من الأهمية بمكان ليس فقط على الوسط الرياضي، ولكن كيف أننا نبين خطورة مثل هذه المواضيع، لأنها فعلا لها علاقة بالهزيمة النفسية، لها علاقة فعلا مهم جدا دكتور، جدا نعم، لها علاقة بالهزيمة النفسية، لها علاقة بعدم القدرة على التخطيط. والمشكلة تكمن في كيف أننا نجيب تبريرات في معظم الأوقات، وقد نجد أنه في وسطنا الرياضي بالذات أو خاصة عدم قدرتنا على التصحيح، لأنه تبريراتنا أصلا غير منطقية. صح. تبرير غير منطقي، عدم الاعتراف بالخطأ، نعم، تبرير غير منطقي يقود إلى حل غير صحيح أصلا. صحيح. لأنك أنت أصلا ما عندك التبرير المنطقي. حقيقة في كثير من الأمثلة سواء على مستوى العالم أو على المستوى خلينا نجي نقول المحلي، قد يجوز أنه في معظم الأوقات ليست بالضرورة أنها فعلا سحر. وعشان كذا لما نجي نتكلم، وأنا أتفق قد يكون مع الدكتور عثمان، ودنا أننا نتكلم عن الوهم، أنا أعتقد مسمى ممتاز جدا، الدجل برضو مسمى ممتاز، لكن أنا قد أميل للوهم، لأنه فعلا كيف نوهم أنفسنا بأشياء غير حقيقية ونبدأ نركز على مثل هذه الأشياء، وفعلا في النهاية أننا قد يجوز أننا فعلا أن يكون الفشل الحقيقي، فشل حتمي أكيد، فشل حتمي، لأنه عدم اعتراف بواقع، عدم اعتراف بأخطاء، لأنه شوف هي كلها تخش في طريقة التفكير. والتفكير طبعا له أكثر من نوع، ممكن نقول إن في تفكير علمي وفي تفكير خرافي إذا صح التعبير. في كثير من الأحيان المشكلة الهزيمة يتبعها تفكير خرافي. ليش؟ لأنه دائما يحاول، عجبني الوصف هذا يا دكتور، نعم، لأنه دائما الإنسان يحاول أنه يجيب تبريرات لا يمكن التحكم فيها، والأشياء اللي لا يمكن التحكم فيها نعم أشياء غيبية، أشياء لا أستطيع السيطرة، أشياء غصبا عني، ولا أنا عملت كل اللي علي، أنا خططت، أنا عملت، أنا صرفت، وكل شيء اللي أنا سويته كان صحيح، ولكن الأشياء الخارقة الغيبية اللي ما أستطيع أني أتغلب عليها هي من الأسباب الرئيسة في هذا الفشل، وهنا تكمن الخطورة. أتفق معك دكتور، طبعا إحنا حديثنا مشترك بينكم، ترى مو كيو أني، أنا نسيت أقول لكم في المقدمة، ترى أنا ماني بسأل وأجاوب، أنا الحديث مفتوح بينكم، لكن بما أنكم خلينا نبدأ في الأول وبعدين أترك المجال كثير. فهد أنت لاعب دولي سابق وتحدث فيه الدكاترة، واللي إحنا نعتقد فيه كبرنامج وحطنا حلقة كاملة، يعني من خلال أيضا يعني تجاربك وما تسمع من زملائك اللاعبين، ومن خلال يعني أنت لعبتها في أكثر من نادي، دخلت منتخبات، جلست مع نجوم ولاعبين في ذاك الحقبة، والآن بحكم يعني صداقتك أيضا ببعض النجوم، ما نسمعهم في الإعلام، خلني أقول وخلنا ما نتحدث عنه الآن، هل هو حقيقة واقعة في وسطنا الرياضي؟ تسمع عن هذه القصص في وسطنا الرياضي؟ في معتقد حتى إداري يعني من ضمن رؤساء الأندية أو مشرفين على الفرق الرياضية بوجود هذه الأمور كلها؟ فات بسم الله الرحمن الرحيم. الدكاترة ما قصروا، ولكن لعلي أزاحمهم في البداية القوية اللي بدوا فيها، تحدثت قبل ما نبدأ أنا وياك في التلفون وقلت لك هو موضوع شائك جدا جدا. صحيح. والخوض فيه صعب جدا جدا، لأنك لا تملك أدلة واضحة وملموسة
هنا الصعوبة إنك عشان تقنع المشاهد، وأنت الآن دخلت في موضوع أهنيك عليه لأنه فعلا خط أحمر وأنت تجرأت ودخلت في هذا الموضوع. ولكن أنا عن نفسي أتكلم، يعني أنا مبسوط جدا أنك أنت لاعب والدكتور لاعب، يعني مرت عليكم أيضا حالات أو سمعتوا بحالات، لأنك أنت عشان تثبت أمر أو تجيب شواهد أو شهود على الموضوع هذا صعب جدا جدا. عشان كذا الكلام يعني ممكن يكون أنت تتذكر، أو إحنا الثلاثة معليش اسمح للدكتور، عشان كلاعبين بعض الأمور ولكن لن تستطيع أن تثبتها لأنك أنت لا تملك الأدوات الدليل. هذه إشكالية. ولكن أنا أتكلم زي ما قالوا الدكاترة أنه فعلا وهم، وأنت سميت الموضوع أنه وهم، وهذا تبرير للهزام في كل أمور الحياة. أنت تجد هذا الشيء الوهم موجود في أركان الحياة وزواياها كلها، موجود حتى عند النساء والرجال، حتى عند غير اللاعبين، حتى في الكرة. للأسف كل يعلق خطأه وهزامه على هذا الوهم، حتى تجد الطلاق يحصل مع أن الدكتور بدأ أنه حقيقة فيه موجود هذا الشيء، وهم يعني أكثر مني دراية في الموضوع ذا، ليس عشان هم في السحر لا، كدكاترة وخايضين فيه وعلمين إيه، ولكن أنه كل يعلق فشله حتى في داخل بيته على هذا الوهم. هذه للأسف يعني مو في الكورة، تجد من يصدم أكثر من مرة يعلقها على الموضوع. إذا نحن بنتكلم فيني عين، أقل شيء فيني عين عشان هذه أقلها، هذه أقول فيني عين وطلع هذه أقلها. إذا هذه زي ما قلت لك هي يعني ممكن أنا في يوم من الأيام كنت جن وأصدق أني موهوم، يعني بما أنك تسمع المحيط اللي حولك، يعني هذه جزء صارت زي ما قال أحد الدكاترة أنه في المجتمع كله، ليس في البلد هنا، في العالم كله، هذه مشكلة كبيرة. إذا نحن نحاول نوصل ونوضح ونبعد أنه مهما كان لا يفلح الساحر حيث أتى، يعني في النهاية هذا أنا بشترك معك في هالشق، يعني بنسمع كلام الدكاترة وبدخل معك أنا في الشق اللاعبين وش نسمع عشان ما تحمس كلنا أنا بتكلم وحتى نكون يعني الأمر واضح مثل ما تذكر مثل ما تفضل الدكاترة حتى رؤساء دول أو نعم رؤساء دول يعني لديه عراب ولديه كذا من يفسر له ومن يتوقع له ويتنبأ له هذه أوكي، حتى مدربين كبار استاذ يعني عشان نكون واضحين بس نتكلم عن الرياضة بعطيك اياه وكملك. امس البارح كلمني واحد احد رؤساء الدول فاجأني القريبة فاجأني يقول شهريا يذبح 70 حاشي قرابين، استغفر الله. كمل الحين انا بس عشان احصرها عشان فهد، ربما كابتن فهد يحاول ان يبتعد شوي عن الرياضه، يقول لانه ربما يكون في نوع من الاسقاط على هذا النادي او ذاك ولا يريد ان يكون محرج، عشان كذا اقول انا بكون معه وبندخل في المجال هذا. وقلت لك هو شيء عام لكن انا بتكلم عن الرياضه، عن الرياضه فقط. اعرف انه رئيس اتحاد في احد البطولات القاريه مثلا وذكرها سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري في البطولات الافريقيه، يعني ربما هو نوع من التفاؤل بذبح عجل قبل المباراة النهائية في أفريقيا، ربما حقق اللقب مرة أو مرتين فأخذها، أنه في كل مرة في كأس أفريقيا بيذبح عجل عشان يفوز. يعني هي في كل المجالات، في كل المجالات، عشان أكون واضح وصريح وبنضرب أمثلة بكل ما يمكن. نعرف أن في ناس يعني يستقدمون خبراء من أفريقيا مثل ما يستقدمون مدربين، يستقدمون مشعوذين ويستقدمون في أنديتنا، هذه حقيقة. أنا إذا سمحت لي، طبعا في الرياضة بشكل عام هذه تسمى طقوس، ولو نجي طقوس حلوة، كيف طقوس يا دكتور؟ طقوس نجي ونشوف أنه أحيانا كل دولة لها طقوسها الخاصة، وأحيانا كل فريق له طقوسها الخاصة ويعتزون فيها، بالذات على مستوى أوروبا وإفريقيا يعتزون فيها، ويعتزون في هذه الطقوس ويعتقدون أنه من غير إقامة مثل هذه الطقوس لن تفلح، ممكن أن يصيبهم بلاء أو أنهم ممكن أنهم يخفقون. فعشان كذا أنا لما جيت وتكلمت أنها ظاهرة عالمية، طبعا هي جزء من العملية. في كثير من الأحيان حنا نعزو مثل هذه الظواهر إلى الجهل وعدم وجود العلم وضعف الوازع الديني، ولكن عندما ترى أن في بعض الشعوب ما تسمى بالمتقدمة والمتعلمة وتؤمن بمثل هذه الطقوس، هذه مشكلة. يعني عندنا حنا فرضا في علم الاجتماع الرياضي في بعض الكتب تجي تلاقي فصل عن مثل هذه الطقوس والطقوس اللي يمارسها بعض الفرق حتى على مستوى الجامعات. لاحظ الجامعات فرضا في أمريكا بعضهم عندهم طقوس قبل ما ينزلون الملعب، لابد أنهم يمارسون هذه الطقوس
يعني تلاقيهم يجتمعون حوالين شمعة وبطريقة معينة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني مو إحنا بالحنة. لا ما هو أنا ليش أقول لك إنها طقوس عالمية؟ خلنا نأخذ هالجرافيكس بس عشان ننبه لها، حتى لو كانت طقوس عالمية هل هي صحيحة أو لا؟ لا ودي مشكلتها. خلنا نأخذ هالجرافيكس مع زملاء وارجع لك دكتور. ما هي أسباب اللجوء إلى الوهم؟ الفشل، الهروب من الأمر الواقع وضع النادي الرياضي، كسب تعاطف الجماهير، الضغط الإعلامي والجماهيري. هذه ربما بعض اللي رأوها زملاء في الإعداد بعض الأسباب اللي تؤدي إلى اتجاه إلى هذا الوهم. دكتور تفضل. أنا والله بس أحب أعلق على الموضوعين اللي طرحوها الأخوة. الموضوع الأول هو قضية أنه أن يكون نخلط ما بين الشعوذة والوهم والسحر. السحر كفر وهذا ينبغي أن يكون واضح، هذه قضية. القضية الثانية ممارسة بعض الفرق، ممارسة بعض السحر الرؤساء. كفر. ها؟ السحر كفر. إيه كفر. لا تكفر، هو القرآن يقول وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ولا تعرافا، هذه قاضي. والحديث النبوي الشريف اللي يأتي العراف ويخبره ويصدق به فقد كفر بما أتيت فيه، فهذه قضية واضحة. لكن أنا خوفي من القضية هي أنه أولا أنا الطقوس أتفق مع أخي الدكتور أن هذه الطقوس اللي أنا أفهمها أنها عادة تجرى احتفاليا، يعني الباسكتبول في أمريكا كانوا قبل لا يلعبون احتفاليا لهم طقوس معينة، لكن لا يؤمنون بنتيجة عندما تطلع النتيجة، لا يؤمنون بأن لنا ما أدوا الطقوس بشكل صحيح، هم يؤدون هذه الطقوس بس إذا حصلت هزيمة يجلسون بشكل حقيقي، يدرسون أسباب الهزيمة، يعرفون نقاط القوة والضعف في الفريق المقابل، إعدادهم له كيف يتم. أما أن نحن كل الأمور هذه ثم بعد ذلك، أنا لا أعتقد بأن رسالة حقيقية أن تكون الأسباب الهزائم التي تحصل بالرياضة بالذات مردها أن يكون الإنسان مصاب بعين أو مصاب بسحر. بدليل يعني فريق مثل فريق النصر عندما قال بأنه عالج السحر، فريق النصر مرة انهزم ومرة فاز عقب السحر، وقبل السحر مرة فاز ومرة انهزم. أنا ما أعرف السحر هذا عشوائي أو اختياري، هل هو مسلط على فريق مثل الهلال فقط ولا مسلط على فريق مثل أو الهلال مسلط عليهم فقط هو السحر هذا؟ هذه قضية يا أخواننا لازم نحررها من خاصة بالنسبة لناس مثل الأخوة اللي أمامي الآن اللي لديهم عليهم مسؤولية ولديهم رسالة واضحة جدا أن نحرر المجتمع من هذه الخزعبلات. رئيس ضعيف إداريا كل يوم وين ثلاثة يغير له مدير فني، وكل يوم يغير له مساعد، ونادي آخر مطلوب ماليا، والثالث لاعبينه رايحين يسار ويمين، والرابع التزامات المالية مع لاعبين ينهزم بالمباراة، يقال أنه بسبب السحر أو بسبب كذا. أنا نخلي النقاط على الحروف ونقول عندنا في مجتمعنا كما ذكر أخي، في مجتمعنا المرأة تشتكي من زوجها مسحور والزوج يشتكي من زوجته مسحورة. أنا أضرب لكم مثال بسيط جدا، عندي طالب بالاختبار الشهري ما أجاب بشكل جيد، قلت له الشيخ أنت شغال وذا، قال والله مسحور أنا، فأعطيته بعض المهارات في كيف يذاكر. اختبار الثاني جاب درجة كاملة، قلت له أنت غاش ولذلك ما يعطيك درجتك. يا دكتور كيف أنا غاش؟ قلت له غاش، معقولة تنتقل من 12 من 20 تأخذ 19 من 20؟ أكيد غاش. قال والله العظيم مذاكر. قلت له يعني مو عين؟ أيه. ذكرها قضية مي عين يا أخوانا وحسد. يعني مرة ثانية السحر نؤمن فيه نؤمن فيه، لكن ما ينبغي أن نجعل ونربط شغلاتنا هذه كلها بالسحر. حتى لو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قال لي هذا الكلام، أنا عندي دين يحثني على هذا ويقول أن السحر لن يفلح، لن يفلح، ما أربط انتصاراتي وهزائمي فيه. دقيقتين دكتور، الطقوس اللي أنت تحدثت عنها دكتور مثل ما جاب عليها الدكتور هي قد تكون لها تأثير في الجانب المعنوي لكن لا يعلق عليها أي خسارة أو فشل أخرى، صح دكتور؟ أو لها تفسير آخر؟ وحتى السحر والوهم له تأثير في الجانب المعنوي، فهو المشكلة أنك أحيانا أنت كيف تستخدم طرق مشبوهة من أجل التأثير المعنوي سواء على لعيبتك ولا على الآخرين. ولو نجي ونشوف يعني حقيقة يعني نسمع
كثير من القصص حتى بعد أثناء لعب فرق مع بعضها البعض محلية. أتركنا ذحين من العالمية وبنرى تجي تلاقي يعني قبل المباراة يجيك لاعب يوسوس للاعب من الفريق الآخر ويوريه شيء ويقول له هذا العمل حقنا، يعني فايزين 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 فايزين، فيبدأ فعلا يأثر نفسيا، وبالذات لما يصير بعض الأحداث في المباراة يبدأ على طول اللاعب يربط بين ما قيل وبين الحدث، ويبدأ فعلا يأثر عليه من الناحية النفسية. فهو الوهم أصله مشكلته في التأثير النفسي وليس في حقيقته، ولكن كيف أنك فعلا زي ما تقول يكذب الكذبة ويصدقها. أنه فعلا أنه لما عندك اعتقاد بأنه هذا الشيء ممكن أنه يقودك للنجاح أو الفشل، فعلا ممكن أن يأثر عليك. الطقوس اللي أنا أتكلم عنها في الغرب ليست الطقوس والاحتفالات اللي تعمل، لا، في أحيانا داخل الغرف قبل ما يطلعون الفريق في أشياء هم متفقين عليها، يجيك مدرب أحيانا يؤمن بمثل هذه الأشياء ويعززها في لعيبته. تجي تلاقي على سبيل المثال في ساعات تجي تلاقي مدرب عنده كرمتهم جزمة قديمة ويلبسها في كل مباراة، ما يبدلها ما يبدلها، لأنه يعتقد تبديل هذا الحذاء عزكم الله لربما أنه يكون فال شر عليه. نعم، فأنا أبغى أقوله أنه إحنا لابد أن نتكلم عشان كذا أنا قلت الوهم هو أفضل كلام. طبعا السحر حنا نؤمن بالسحر ونؤمن بهذا، لكن فعلا مو هو اللي قاعد يصير في الملاعب سحر. أبديك فيها دكتور. نعم. بكمل فيها لأنه حتى تواصل ما ذكر الدكاترة، حتى في الأفلام وهوليوود وما تشاهده هناك وهم يسوق لك أحيانا. بعد الفاصل هناك المزيد في هذا الملف. اهلا وسهلا بكم، اسعد بصحبتكم من جديد في الملف الاحمر وبصحبتي الدكتور صلاح السقا والدكتور عثمان البريكان والكابتن فهد الكلثم، والحديث عن الوهم في وسطنا الرياضي. اشكر ايضا تفاعلكم عبر التويتر وبعض الاستفسارات هناك، مثلا اعتقد انه وهم ما تحدثت به يا اخ تويجري، وهم عن المنتخب اللي قابل منتخب البرازيل وكان مشهور بالسحر وتم حذفه من المسابقه او البطوله، والمنتخب الهندي هذا اعتقد من ضمن الوهم اللي كنا نسمع به في اول يعني، ما لكن تاريخيا يعني غير موجود او غير موثق. ما مره واحده الهنود شاركه وكان ما لابسين الانجل وقتها حتى ما لبسوا البوت، وبعدين ما عاد يلعبوا كاس العالم، يعني هي المره الوحيده اللي صادفت وكانوا مدعوين دعوه حتى، يعني هذه للتاريخ حقيقه للتاريخ. اعود مره اخرى، كنت تحدثنا مع الضيوف مع الدكاتره والكابتن عن الامور يعني بشكل عام. الان من شواهد ايضا الداخل يعني من انديتنا من تفكير الانديه، نعرف ان هناك الكثير من يعني ما سالفة السحر في نادي النصر مثلا مؤخرا، لا أحد الشواهد اللي ظهرت مؤخرا، مع ذلك هناك الكثير من الأمور اللي كانت موجودة في وسط الرياضي. كابتن مثال حقيقة يعني في أوقات جات، ويمكن من بعدها صار في تنظيم نزول الفرق. نعرف كانت في فرق كل فريق يعتقد انه هو اللي لازم يدخل الاول، او الفريق اللي يدخل الاول هو الاقل حظا في الفوز. هذه عندنا هذه مثلا. إيه. مو انا اقول لك ليش صار في تنظيم، وان مين يدخل الاول ومين يدخل الثاني، لان في مثل هذه الاعتقادات. وفعلا وتعززت بين الفرق وصار شكل الفرق مضحك. صحيح. مين اللي يدخل الاول؟ نعم، التاخر في الدخول. نعم، التاخر في الدخول، فهذه فعلا جزء من بعض الشواهد. طبعا بالنسبه للارقام، بالنسبه لل احيانا انت ذكرت كابتن، ذكرت دكتور آسم قاطع، ذكرت انه مثلا بعض المدربين يلبس عزكم الله حذاء قديم، هناك مثلا من يلبس نفس اللبس في كل مباراه مثلا، يعتقد ان هذا اللبس هو من يعني رقم محدد او رقم محدد فنيله محدده يعني على طول يلبسها، يعني مستحيل انه يفارق ذي الفنيله. فهذا اللي انا ابغى اوصل له واقول انه المشكله طبعا لما نجي نتكلم على الوهم في معظم الاوقات هو على مستوى الافراد او اللاعبين او الاداريين او المدربين،
لكن المشكلة إن لما تجي الثقافة وتعم تنشأ من هنا دكتور ولا لا؟ تنشأ من الأفراد، الثقافة هذه تنشأ من الأفراد، تنشأ من الأفراد، بس أحيانا تؤثر على المؤسسة. يعني أحيانا على سبيل المثال من عملية التفاؤل نجي ونشوف إن في بعض اللاعبين على سبيل المثال يقول لك أنا ما أستطيع إني ألعب مباراة إلا لما أكلم والدتي لأنها يتبارك في الـ في الـ في, الـ في الأشياء دي. إحنا ما نقول المشكلة لما تعتقد إنه لن تفوز إلا بهذه الحركة، هنا تكمن المشكلة، لأنه المشكلة تكمن إنه إذا ما عملت أنت هذه الطقوس أو هذه الروتينات اللي أنت متعود عليها فعلا تبدأ تأثر عليك في إعدادك داخل الملعب. بالإضافة إلى أنه الطامة الكبرى أنه لما المؤسسة بشكل عام تؤمن بمثل هذه الثقافة، إذن إحنا لا نؤمن بأن الرياضة هي إعداد وليس فقط أوهام وخزعبلات وخرافات هي اللي تؤدي. دكتور أنت شاهد على العصر، خلني إنجاز التعبير أقول لك، يعني أنت كنت لاعب قديم وعصرت الرياضة في السابق والنقل الآن بحكم الآن تواجدك واختصاصك، بكل أمانة هل تغيرت مفاهيم كثيرة؟ تغيرت ولكن تحورت، أقدر أنا أقول في السابق أيامنا كنا نسمع كلمة الدنبوشي والسحر بشكل صريح نسمعها، لكن طبعا ما رأيناها. الآن أنا أعتقد أنه ما عاد نسمع كلمة دبوشي، بس الوهم موجود، الوهم والاعتقادات هذه موجودة. التفاؤل، في ناس تتفاؤل بأفراد، تتفاؤل بحكام، تتفاؤل بمدربين صحيح. محددين ممكن تنهزم معنويا تشوف هذا الحكم وهذا الحكم دائما وهي المشكلة أنه كيف أننا ننهزم قبل بدء المنافسة، وهذه مشكلتها في مثل تصديق هذه الخرافات، تنهزم قبل أن تبدأ منافسة، هذه مهمة جدا والله. معي أيضا أحد الزملاء اللي اعتز، زملاء المهنة اللي اعتز أيضا بطرحهم وبعرائهم، أهداني قبل فترة الكتاب من تأليفه هو عن بين قوسين كوت ان كوت الدنبوشي، الزميل الأستاذ عثمان أبو بكر مالي الكاتب والناقد الرياضي. زميل عثمان مساء الخير، شكرا لتواجدك معنا. أهلا وسهلا أبو مشعل، مساء الخير لك ومساء الخير للمشاهدين الكرام، مساء الخير لضيوفك الكرام الدكتور صلاح والكابتن فهد والسامي الدكتور عثمان. مساء الخير لك. الزميل عثمان، أنت من الزملاء اللي أيضا عاصرت النقلة الرياضية إنجاز التعبير. خلينا أتكلم عن مؤلفك الأخير أو كتابك عن الدنبوشي. أولا الفكرة كيف جت في بالك وحصلت على هذا الاهتمام لديك، ومن ثم عندما بدأت فيه ما هي مخرجاته كما تراها أنت؟ أولا شكرا على الاستضافة أبو مشعل. طبعا كتاب الدنبوشي الفكرة يعني حصلت من تخمرت في ذهني على الأصح يعني منذ فترة طويلة، يمكن من الفترة اللي يعني لمح إليها الدكتور صلاح وهو يتحدث عن حكاية تنظيم نزول الفريقين. كانت هي حادثة ما أدري ربما ذاكرة الدكتور لا تضعفه أن يرويها بالتفصيل، ولكن هي حادثة معروفة يعني ومروية ومكتوبة، هي الحادثة اللي حصلت بين فريقي الاتحاد والأهلي عام 79 تحديدا، عندما قيمت مباراة بينهما على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة. تأخر الفريقان في النزول إلى أرض الملعب، كل فريق كان يرفض أن ينزل إلى أرض الملعب قبل الفريق الآخر. السبب هو أنه راجت شائعة في ذلك الوقت أن الفريق اللي ينزل أول يخسر المباراة، فيعني كانت محاولات الحكام، محاولات مكتب مسؤولي مكتب رعاية الشباب، كل فريق رفض، وبالتالي تم التوصل في النهاية إلى اتفاق إنه الفريقين ينزلوا سوا على أرض الملعب ويمسكوا أيدي بعض وينزلوا سوا على أرض الملعب. تعامل اتحاد الكرة مع الحادثة زي ما قال الدكتور في 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 بقوة، يعني أوقف قائد الفريقين لعدة أشهر، أنذر مديري الفريقين، أذكر إنهم كانوا مصطفى مهدي في الاتحاد وعلي عثمان في الأهلي، وأصدر تنظيم بعد ذلك أن الفريق المستضيف يحبط أولا إلى أرض الملعب وهو المعمول به حتى الآن. يعني إذن هي قضية مسألة الدنبوشي وهي مصطلح يعني رائج في الوسط الرياضي، إنما هو حقيقة هو الدنبوشي مقصد فيه هو استخدام الخزعبلات في الرياضة أو السحر في الرياضة للحصول على نتائج أو الحصول على
أمور أذية أو ما شابه ذلك أو تأثير على الفرق الأخرى. هذا يعني وكان الملاحظ أنه عندما تأتي مباراة الكبار الأهلي والاتحاد الهلال والاتحاد أو عندما تنتهي بعض مباراة الكبار بنتائج كبيرة 5-0 4-2 تروج هذه الأمور أو أحيانا عندما يتألق حارس مرمى فريق أو يكون هناك مهاجم في الواقع في اليوم ذلك كل 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 درجات الرعونة رتبته في اليوم تسقط أي أهداف تأتي يعني تشيع من درجات مسألة التنبوش. لكن في الحقيقة التنبوش هو موجود وإنما هذه الأمور التي تؤدي إلى ظهور الحديث عنه على الحالة الصدر. من خلال سؤال الأخير زميل عثمان، من خلال رصدك للكثير من الأحداث، استنتاجك أنت ورأيك الشخصي في الأخير عن هذا الأمر، وعن وهل ممكن أن نسميه كما أطلقنا عليه هو وهم ويروج في وسطنا الرياضي؟ نعم أبو مشعل، سؤال جميل. لكن أنا أقول يعني وبالأدلة والبراهين أن التنبوش ليس وهم، التنبوش موجود في وسط الرياضي، موجود التنبوش، وهو يعني مثل أي وسط آخر في المجتمع. التنبوش هو باختصار استخدام السحر في الرياضة، احيانا يكون بحث عن النتائج، احيانا يكون بحث عن اللاعب، احيانا يكون يعني احيانا يكون لدى لاعب وهم انه هو انخفاض مستوى او عدم تقديمه لمستوى هو ناتج عن ان هناك فعل معمول له او عمل معمول له، وبالتالي هناك من يوهم انه هذا هناك عمل معمول له، فهو يلجا الى عمل الى السحر او الى التنبوش. انما هو موجود قصدك زميل عثمان، أسف المقاطعة، تقصد بكلمة موجود أنه موجود من يعمل به الآن قصدك؟ ها؟ نعم موجود، هناك من يستخدم السحر من بعض الجماهير التي ربما ثقافتها ضعيفة لديها اعتقاد أن السحر يجلب النتائج، بعض اللاعبين الذين لديهم اعتقاد أن ربما مستوياتهم انخفضت بسبب أن هناك من عمل لهم تنبوش فيلجأ إلى التنبوش. وأنا في حالات كثيرة سجلت، وأنا في الكتاب رصدت حالات للاعبين يعني أخذت حالاتهم من أفواههم، ربما هم بعد ما تركوا الكرة بعد ما اعتذروا أو في وقت من الأوقات توصلوا إلى أن ما قاموا به هو الشرك وهو السحر وهو أمر يعني موجود، ولكنه ليس هو السبب فيما هم فيه، وبالتالي تابوا وأحبوا في الواقع أن يتحدثوا عن هذه الحالات وحتى تكون عبرة لغيره وتفكير لسواهم من التعبير. إنما التنبوش هو موجود ويقع بإذن الله تعالى. زميل عثمان أبو بكر مالي، شكرا مرة أخرى لك. شكرا جزيلا. هذا حديث الزميل عثمان، وهو في الأخير ختم بأنه تحدث مع لاعبين قدماء أو كذا كانوا يؤمنون بذاك الوقت، ولكن يعني الآن من خلال حديثهم يريدون أن ينوروا الوسط الرياضي أو اللاعبين الجدد بأنه هذه كانت ربما أوهام. جيد، يعني هو بالفقرة الأخيرة اللي قالها حل المشكلة، لأنه القضية هي ليست هل الدبوش موجود ولا ما موجود، هل السحر موجود ولا ما موجود، هل الأوهام موجودة، هي موجودة، لكن احنا نرفض تبرير الهزائم على ضوء هذه الأشياء. وهو جزاه الله خير بالأخير قال ينبغي أن لا نبرر هذه الأشياء. قضية اللي ذكرها أخي الدكتور صلاح، قضية التوجيه المعنوي، التوجيه المعنوي حتى على النطاق العسكري، إدارة كاملة اسمها التوجيه المعنوي حتى ترفع معنويات العسكر قبل القتال وبعد القتال. الآن الضابط الأسير ما يرجعون لوحدته إلا بعد ما يعالج، وهو أسير لو يأخذون أسير يومين ثلاثة لازم يوضع تحت علاج فترة طويلة حتى ترجع معنويته طبيعية، وإلا بكل بساطة ينهزم. هذه قضية ربط النتائج بالسحر. يعني أنا عمان مثلا، عمان لحقت عليها في عام 1392 مسوي لهم حفل في نادي اليمام في فندق اليمام بطريق المطار، معروف جايهم 7 أهداف ذيك اليوم مسوين حفل لأن أقل أهداف جتهم في المباراة. الآن لأنهم خططوا بشكل سليم وينرون المستقبل بشكل سليم وعندهم شيء اسمه وضوح في العملية، الآن ينافسون على البطولات وحصلوا على كأس الخليج. ما هي قضية السحر يا أخوانا، ما هي قضية الدبوش، ما هي قضية أوهام، إنما هي القضية أنه أن نبرر للناس، أن نضحك على الناس من خلال الأحكام هذه اللي نصدرها، أنه والله الفلان ما وفق اليوم بالأهداف، والله مسحور، أو أنه عاملين لعمل. أخي يعني أنا بضرب مثال على العربي، مباراة أول أمس واللي قبلها، هذا معمول لعمل 6 يارد ما يدخل الكرة، هذا معمول لعمل، وأحيانا يجيب كرة من أصعب الكور. فبالتالي القضية قضية حضور ذهني، يعني المدرب النجم هو اللي يبحث عن الفريق النجم وليس عن اللاعب النجم. يعني المدرب الحقيقي
هو اللي ينظر لخصمه ويدرس دراسة ويضع له استراتيجية ويضع له خطة وبديل للخطة، وإذا صاب فلان متى يغير اللاعب الفلان، إذا صارت الفاول الفلاني وين. أما أنك أنت تجيب لي سبحة معينة ولا تجيب لي ديك ولا تجيب لي قطة تمررها عليهم، أنا أعتقد هذا هو الأمر. هذا كان شواهد كثيرة كابتن، كان في شواهد كثيرة يعني اللي قاله الزميل عثمان واللي تحدث الدكتور الآن أيضا، يعني كان شواهد كثيرة مرينا فيها، يعني خلنا ما خليك بالحالة. يعني المشكلة أنه مرة إحنا نطلع ما فيه وبعدين نرجع ثاني مرة، بدينا أنه سمينا الوهم، ثم جاء الله يعطي العافية أبو بكر وقال لنا دمبوش أنه موجود خلاص، يعني انتهى الموضوع وفي لعيبة ممكن كان يذكر أسماء، وأنت قريت في الكتاب، بس بنتفق ثاني مرة وأنه خلاص أنه موجود، حتى لا يزعلون مني لما قلت الأسر العين موجودة والعين حق وفيه، عشان لا يفكرون إحنا نجزة كل الأشياء اللي في المجتمع هي موجودة، لكن الوهم اللي إحنا نتكلم عنه إنه زي ما قال الدكتور قطوة تمشي، والدكتور إنه لا تمر من المكان هذا لأنه ملغم لازم تروح من جهة ثانية، هذا الوهم اللي إحنا بنتكلم عنه عشان ننبه الجيل الجديد على الأقل إنه هذه أوهام، لعيبة يتوهمون، لاعب يفشل في التسجيل يعتقد اعتقاد، يعني تتحاول تنصحه مقتنع يعني اقتناع تام انه معمول له عمل، لانه هو اصلا هذه مشكله كابتن، لانه هو اصلا كان يعمل، هذه المشكله، لانه هو متقبل الموضوع، اذا ما جت معي الان في احدهم وقف لي خلاص قفل علي، هذه الاشكاليه، تجي انت تنصح تجي تعلم، من انت عشان تعلمني، انت ما تفقه انت ما تفهم، هذه الاشكاليه نعيشها داخل الوسط الرياضي. تكلموا الدكاتره من البدايه حتى عمل يكون فيه نواقص كثير، ونرمي بالاشكاليه على العمل انه احبط عملنا، دائما اللي يتكلم على هذه على الاقل الفرق القويه، الفرق اللي تنافس هي اللي ممكن تتجرى، لان في ضخ ملايين في نجوم في الفريق، هنا اللي ممكن يتكلمون، اما فريق مالك في المنافسة تجي تقول لي عمل، هذه إشكالية. شواهد اللي تكلم عنها إنه اللعيبة كنت أتمنى إنه يعطينا أكثر فيها، لكن أنا بذكر لك مثلاً في مباراة بدون يعني أنا اللاعب صراحة يعني ما أدري هو عايش الله يطول عمره، إذا كان مات الله يرحمه، يعني من 15-16 سنة في مباراة كنا نلعب على باب واحد مسيطرين بكل بساطة، قال إن الدكتور قال يجي يعطيك إيحاء، هي إيحاء إنه يحبطك تقتنع، إذا كان في الفريق أحد له في الأمور ذي يقتنع صح؟ قال لو تلعبون 10 أيام ما راح تسجلون، الباب مقفل انسى الموضوع، وبكل أسف انتهت المباراة فعلا، لا انتهت المباراة إنه فاز فعلا، هجمات زي ما قال الدكتور العربي في الستة ياردة لا يستطيع ان يسجل اهداف غير يعني منطقيه انها تضيع، ولكن لم يحلف التوفيق. احنا في المباراه ذي كان ينفرد العويران المهلل، الكره ما تدخل في الباب، في 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 سوء طالع، يعني لم يوفقوا، وهو في النهايه قال انتهى، قايل لكم ما تفوز، فاز، يعني هذه اشكاليه، ويعتقد هو مقتنع انه في العمل هذا والدمبوشي، وخلاكم انتم تعتقدون. لا احنا لاعبين شباب، انا اتكلم، انا الحين استشهد بالموضوع انه انا مو مقنعني، أنا لكن لو في احد كم لاعب من اللي متواجدين فعلا بداوا، بالذات شوف لما تضيع فرصه، واحيانا تضيع فرص والفرص هذه عاديه، بس يبدا يربط اللاعب بين ما قيل وبين الحدث، ومع التكرار يقتنع، يزيد التعزيز، فخلاص اذا معناتها انا لماذا أعمل؟ لماذا اجتهد؟ محسوم الـ 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 الامور. بس انا ودي اذا ما كملت، لا خلاص تفضل. انا ودي يعني نفرق بين السحر وبين الدمبوشي. الدمبوشي دجل، لانه طبعا حتى يعني من وين جاتنا ذي الكلمه، كيف جات الله اعلم، لكن اعتقد انها انا ستسال زميل عثماني، لربما انها اتت لا دكتور من افريقيا، لربما انها هي نفسها لا 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 هو نفس السحر والدمبوشي، السحر هو نفسه، يقولون دمبشه، خلينا نجي نقول، لانه في طقوس يبي يستخدمونها وبيعطون حق لغيره. يعني السحر اللي احنا نعرفه التفريق بين الزوج وزوجة، في أمور حياتية، لكن نسحر فريق بكامله نخليه كله ما يشوف وكله ما يستطيع، فهذا اللي احنا نقول إنه فيها زي ما قالوا الدنبشة، والدنبشة من الدجل، والدجل طبعا في كثير وهم، وفي معظم الأوقات نعم ممكن إنك تخيب وممكن إنك تصيب، وشوفنا في كثير من الأحيان التوقعات وجاءت إشاعات الفريق الفلاني فائز على الفريق الآخر،
وهب العكس النتيجة جوا ويقش يقول لك يقول لك والله عملهم أقوى من أقوى من عملنا. فاللي أنا أبغى أقول إنه نعم الناس تعتقد فيه لكنه هو في النهاية وهم وهذه مشكلة كبيرة فعلا. برضو أنا أتفق يعني مع الدكتور عثمان نعم قد يجوز إنه بعض الدول بالرغم من أن عندها مثل هذه الطقوس أو اللي استخدموا ساعات الدجل لكن هذا لا يمنع من التخطيط لأنه في النهاية يؤمنوا بأنه التخطيط هو السبيل الصحيح للوصول للنجاح. ولكن نحن نقول أنه مثل هذا الدجل مثل هذا الدنبوشي مثل هذه الاعتقادات تؤثر على المجتمعات وثقافاتها. صحيح. الفيفا يعرف أنه الثقافة الإفريقية جزء منها الدنبشة والشعوذة والسحر وفي كثير من الأحيان ما يبغوا يتعاملوا مع الأشياء هذه ونشوف إنه هذا اللي بقوله دكتور إيه؟ أنا آسف بقاطعك هذا اللي بقوله أنه عشان ما سوضح ما قاله الكابتن وما ذكره الزميل عثمان أنه إحنا ما نقول أنه مو موجود إحنا ليش حطينا هذه الحلقة موجود في من يفكر فيه نعم. بس احنا نقول انه يا جماعه ترى وهم هذا هو القصد يعني ولا ما نقول احنا ان الناس ما تستخدمه اي نعم لكن في من يفكر فيه ومن يحاول ان يستخدمه وفي الاخير ترويج هناك من يروج لهذا الامر وان يسوق له لانه مستفيد منه وهو غير صحيح. دكتور بس قبل ما اطلع في تقييم انت اعطني مثال اللي قلت لي تحت الهواء على اللي جابوه ما يسجل اهداف هذا فريق افريقي جابوا لهم ساحر على اساس يضبط امورهم فانتهت المباراه 1-0 عليهم فجاءوا بيمسكون الساحر قالوا له تعال وين سحر قال انتم ما قلتوا لي انه لازم يدخلها براسه انا ربطت رجولهم بس فما قلت انا ما كنت اعرف انه لازم اللاعب يلعب غير برجوله فسحري كان محصور يعني قضيه قضيه الدبله. اطلع مع زملائي اطلع مع زملائي مع زميلي تركي في لقاء ايضا بكاميرا البرنامج ثم عاد. قضايا الملف الأحمر قضية الوهم. قضية الوهم وهي عبارة عن بعض التعريف يعني عن طريق كتاب وبعض الأخوان تكلموا أن الوهم مرادف له السحر السحر أو الدنبوشي بصفة عامة. هل تتوقع من وجهة نظرك الشخصية أن قضية السحر والدنبوشي يدخل في الأندية الرياضية في بعض الناس يستخدمونها لهزيمة فريق أو فوز فريق من وجهة نظرك الشخصية؟ طبعا أخوي عبد الرحمن بعيدا عن الأمر الشرعي نبغى نشوف رأيك في الموضوع هذا. أولا نؤمن إيمان من واقع قرآننا الكريم وسنة رسولنا المصطفى عليه السلام أن السحر موجود طبعا ولكنه في الحقيقة في الوسط الرياضي اتخذ صفة البحث عن المخارج والهروب إلى واقع غير موجود. كلما يحدث الآن في الكرة السعودية هي هزة نفسية وليست هزة سحر أو سحرة. كيف ترى الأوضاع بوجهة نظرك الحاصلة الحين في نادي الاتحاد؟ نشوف بعض المشادات بعض المشاكل بين هذا الشرف طبعا بعض ظهور بعض اللاعبين الحديث عن بعض يعني ظهور لاعب يلعب في نادي الاتحاد في نصف الموسم ويطلع ويتكلم على موضوع يخص رئيس النادي ممكن يكون معه أو ضد. هل تتوقع أن أعضاء الشرف لهم يد في الموضوع هذا؟ مشكلة الاتحاد لا تتعدى مربع رئيس النادي. رئيس النادي أي رئيس نادي في نادي الاتحاد لا أذكر على مدى تاريخ معرفتي برؤساء الأندية أن هناك اتفاقا على رئيس إلا الأمير طلال بن منصور فقط لا غير. أما بعد الأمير طلال بن منصور فالاتحاديون يقسمون خيلهم وريحهم إلى فئتين فئة ناقمة وفئة مادحة. على سبيل المثال اللواء محمد بن داخل في اليوم الأول من مجرد ترشيحه وجدنا هناك هجوما ناريا غير مبررا وجدنا من كبار الاتحادين وبالذات شخصية كشخصية الأمير خالد بن فهد فيخرج الأمير خالد بن فهد ويعلن نيابة عن كثير من أعضاء الشرف الداعمين الممثلين أنهم لن يدعموا الاتحاد ولن يقدموا له هللة أو فلسا.
الاتحاد الميز اللي فيه ما شاء الله تبارك الله أن الفريقين متساويين في التضادد، يعني سواء التضادد المادح أو الناقم. يعني حقيقة مشكلة محمد نور الآن أنه ليش يبقى صديق للمنصور البلوي؟ محمد نور هو الورقة وما يصنع من خطوط يصنعونها باسم محمد نور، هو مجرد ضحية. مشكلة الاتحاد مشكلة قلوب متنافرة، والقلوب المتنافرة إذا لم تعد إلى حبها وأيامها، الاتحاد يسير إلى عودة الأيام الخوالي اللي كان فيها الاتحاد مجرد رقم هامشي، وتحديدا صفرا أصفارا يسار الأرقام. ننتقل إلى موضوع آخر وموضوع نادي الشباب. نادي الشباب فريق بطولات، هل تعتقد برئيس نادي الشباب انه هل عنده هالامكانيه الهائله في، يعني شوف ما شاء الله انه قادر انه يمسك النادي بطريقه ممتازه؟ وطبعا كان عنده مبدا انه اللاعب اذا ما نفذ شروط او العقد بحذافيره ليس له مكان في نادي الشباب مهما كان اسم اللاعب. هذه وجهه نظرك، هل هي في وقتنا الحالي الفعل الصحيح اللي يعمله الاستاذ خالد البلطان؟ وما رأيك في المراكز الإعلامية التابعة لنادي الشباب؟ من خالد البلطان أيضا يجب أن إحنا نعترف أن الرجل لا زال في بداية عمله الإدارية. البلطان دخل في مشاكل جانبية كان مفترض ألا يدخل فيها. الرجل عنده فريق ممتاز، وكان المفترض خالد البلطان بالذات كان المفترض أن نجومه يتحدثون، لكن خالد البلطان دخل إلى حقل ألغام ما كان يجب أنه يدخل. خالد البلطان قد يكون أكثر شخص أحب الأمير عبد الرحمن بن سعود، وأكثر شخص تأثر بالأمير عبد الرحمن بن سعود. الأمير عبد الرحمن بن سعود له قبول، حتى تصريح الأمير عبد الرحمن بن سعود من خصومه كانت محببة. يعني خالد البلطان يعيش نجاح الأمير عبد الرحمن بن سعود. مشكلة الأخ طارق النوفل أنه يعتقد أن وجوده لن يتم إلا عبر طريق استجداء الشتم بأي طريق. أنا شخصيا أقول طارق النوفل بالضبط تحديدا أدواره اللي يقدمها كما هو مطلوب من الممثل أمام المخرج الصارم، هذا طارق النوفل. طارق النوفل يؤدي أدوار المخرج بحسب ما يطلبها. طارق النوفل يجب أن يعرف أن نادي الشباب الآن من الأندية البطلة اللي ما تحتاج إلى تهريج. طارق النوفل دخل إلى حقل أكبر منه. الآن هم يتعاملون مع سامر جابر ليس بصفته الإدارية وإنما بصفته النجومية. يعني الآن نجاح سامي الجابر الإداري لا بد أن يضرب فيه ماجد عبد الله، يعني لازلنا في ملعب ماجد عبد الله وسامي الجابر. سامي الجابر أذكى لاعب سعودي أنا شفت في حياتي، استطاع أن يضع الإعلام في جيبه، وأصبح ذات يوم يوجه الإعلام حسب الرؤية اللي يراها. ولذلك سامي الجابر كان نجما في الإخفاق والتألق. سامي الجابر بقي رقم ثابت رغم ما احترامي الشديد والكامل لموهبته أمام موهبة عملاق نادي الهلال الخارق يوسف الثنيان. يوسف الثنيان إيش الفارق بين الاثنين؟ سامي الجابر أمتلك ناصية سحر الإعلام، بينما يوسف الثنيان بكل أسف خدعته ثقافته وخدعه بكل أسف أقولها. يوسف الثنيان كان رجلاً ولم يستجب الإعلام، ولذلك يوسف الثنيان من الناس المظلومين في تاريخ الرياضة السعودية، لأن يوسف الثنيان من نوادر الإبداع في تاريخ الكرة السعودية، سبق عصره سنوات وسنوات. سامي الجابر ليس أمامه من طموح إلا أن يقبض على رئاسة نادي الهلال.
اهلا وسهلا بكم من جديد. اعود مره اخرى مع في دقيقه دكتور قبل ما اطلع بالفاصل. دور الاعلام الان وحديث الاعلام فيه الكثير من الوهم اللي ممكن ان يسقطه على الوسط. طبعا لا تنسى انه الاعلام شريك في كل شيء يحدث في الوسط الرياضي، بالذات هو الناقل. فاصلا استخدم الان حديثي بالحديث الزميل معنا في مثل هذا الحديث دكتور. الكلام سليم. يعني الاستاذ عبد الرحمن تو جاء وقال انه فعلا الوهم او ما يسمى بالسحر والدنبوشي تاثيره نفسي. الاعلام ايضا تاثيره نفسي، لانه فعلا الاعلام نجي ونقول انه يرفع من معنويات الفريق ويستطيع انه يحبط من معنويات نقطة الفريق. وبكمل بعد الفاصل دكتور، فاصل ثم اعود من جديد. اهلا وسهلا بكم، اسعد بصحبتكم من جديد عبر قناتكم خليجيه وعبر الاثير روتانا اف ام ايضا، وبصحبتي كل من الدكاتره الدكتور عثمان البريكان والدكتور صلاح السقه وايضا الزميل الكابتن فهد الكلثم. والملف الاحمر لهذا الاسبوع عن الوهم الرياضي، الوهم في وسطنا الرياضي. اعود من جديد من حيث ما يعني توقفت الدكتور. في كثير من التويتر اللي بطرحها ان شاء الله على ايضا والايميلات اللي بطرحها باذن الله تعالى على الضيوف الحلقه، ولكن في تعقيب لزميلي دكتور عثمان، زميلي عثمان المالي يقول مع احترامي للدكتور صلاح السحر هو الدنبوش والدنبوش هو السحر، ويقول انه في واحد كان يعني يعرفه كان يدنبش، وانه او زي ما ذكر انه تاب الى الله يعني وبطل من السحر. فهو يقول الدكتور قال انه دنبوشي غير وسحر غير، هو زميل عثمان يقول له هو مصطلح واحد. نعم طبعا انا ما ازال مع احترامي الكامل طبعا، وهو قد يجوز انه بحث وكتب، لكن المعروف انه السحر يختلف عن الدنبشه. الدنبشه في اعتقادي وحسب قراءاتنا برضه نوعين، في من يستخدم الدنبوشي وهو يستخدم السحر اصلا اللي هو أعمال الشيطان بشكل عام، وفي من استخدم الدنبشة بشكل الدجل وهو دجال أصلا. فلا بد أننا نفرق برضو بين الاثنين. طيب هل الذي يستخدم الدنبوشي والمقصود فيه السحر على سبيل المثال فعلا أنه يصيب؟ لأنه نعرف أنه السحر له طقوسه وله أغراضه ويصيب الأفراد في معظم الأوقات، لكن إصابة الجماعات يعني ممكن أن يكون موجود لكن ما هو بالشكل إلا زي ما هو الأفراد. نجي بعدين نمسك معظم اللي يدنبشون، إذا كانت الدنبشة هي السحر، معظم اللي يدنبشون في إفريقيا على سبيل المثال، وإفريقيا نستطيع أن نقول من الدول المتقدمة في هذا المجال والأكثر شهرة. فينهم عن كأس العالم؟ فينهم ما شفنا لعيبتهم هم الآن هم الأفضل على مستوى العالم؟ نعم عندهم لاعبين مميزين، لكن ليش الدنبشة إذا كانت خلينا نقول أنها ليست وهم وهي حقيقية وتستطيع أنها تؤثر تأثير مباشر من خلال الدنبشة على اللاعبين، فالمفترض أنهم هذول هم اللي يأخذون كؤوس العالم، هم اللي دائما يكونون موجودين. بالرغم أنه نعم في إشاعات في عام 2002 لما السنغال قابلت فرنسا وقابلت الدنمارك اعتقد، قابلت فرنسا فازت عليها 1-0. نعم بس فرنسا في ذاك كاس العالم خسرت تقريبا ولا تأهلت. انا معك بس في ذلك الوقت البعض كانوا يقولون انه هناك ان السنغال استغلت، السنغال جابت معاه وكان معاهم ترى ساحرهم او كذا ساحرهم خلينا نقول كان موجود معاهم، بس هذه طقوس تستخدم في خلينا نقول في افريقيا. بالرغم من ذلك تستخدم ضد مصر، مصر كم سنة أو كم مرة أخذت كأس أفريقيا؟ فما نفعت هذه الطقوس. فهذه الفيفا ما له دور في هالأمور، ما له دخل في الفيفا يقول إنه هذه ثقافة إفريقية ما نبي نتدخل، ولأنه يؤمن برضو الفيفا إنه مثل هذه الطقوس لا تؤثر
على النتائج على الأداء، لكنها تؤثر من الناحية النفسية في من يعتقد لو كانت تأثر على النتائج كان أكيد بيمنح 100% مثل المنشطات على طول تخش في الفير بلاي. صحيح، على طول تخش في الفير بلاي. نعم، في على تويتر عبد الله وعبد العزيز، عبد الله يعني يقول ان ترى نادي النصر اصدر بيان، اكيد نادي النصر اصدر بيان ينفي هذا الامر وينفي امر السحر، وهذا طبعا جميل من كياناتنا كلها، الكيان النصراوي، كان الهلالي، الاهلاوي، الاتحادي، جميل ان تكون هذه الثقافه يعني موجوده، ونحترم البيان النصراوي ونؤكد عليه، مو نحترمه ونؤكد عليه ايضا، لكن كل ما في الامر انه في الاعلام تناولها، فهذه اصبحت يعني من الحقائق الموجوده. نحن نتحدث في الاخير عن وهم قاعد يروج علينا ويروج على الوسط الاعلامي، هذا هو ما تحدثنا عنه. اسمح لي استاذ، تفضل كابتن. بعلق على كلمه قالها الدكتور انه على تدخل الفيفا، انا اعتقد انه يتمنى، ولكن هذه اشياء روحيه لا يستطيع الوصول لها، ما يستطيع يضع قوانين، لان من الصعوبه الوصول لها. يعني الافريقيين في مرات كثير يحضرون حتى الاشياء اللي قبل المباراه ويؤدونها في الملعب، قالوا ثقافه، لان ما يستطيع، لان اشياء روحيه انا لا افقه فيها، ولا والحمد لله انه ما يعني، لكن اسمع وقريت، ولكن ليس ملم فيها، لكن الواضح والمعروف انه اكيد شيء روحي لا تستطيع ان تتحكم فيه. يعني انت ما تقدر تقفل باب مفتوحه ومشاعه او متاحه للجميع، صعب التحكم فيها. صح، لأن ما تستطيع. صح، لكن الدكتور قالك يا قال لو ان فيفا يؤمن انها تاثر في النتائج كان منعها. ما يستطيع. لا، لو يؤمن انها تاثر في النتائج، هي ما تاثر في النتائج، هو احنا نقولنا وهم، بس انه عشان يتدخل ويحد منها، هي موجوده وثقافه في صح، لم يحققوا النتائج، الاوروبيين يتفوقون عليهم كثير، اذا خلهم يسووا اللي يبونه. طيب عشان الاوروبيين يتفوق في النهائي 98، من كان لاعب؟ فرنسا وبرازيل. فرنسا وبرازيل فاز فيها فرنسا. نفسي. انا كنت في, في 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 رحله تصادفت باحد القراء السعوديين، والله ما اعرف يعني تسلم عليه، قالوا ان البرازيل عملهم سحر يعني كابتن. اي فاجئني يعني، لان الحين تجاوز الافريقيين، وقال لي انا اقرا على اللاعب الفلاني واللاعب الفلاني من نجوم الكره السعوديه كذا، اعطاني اياها من الاخير انه فلان وفلان، تفاجات، احتفظ بالاسماء. بعدين قلت يعني مو منطقي الكلام هذا، اشياء روحي يعني احنا نوهم. قال لي لا، مثلا خذ عندك النهائي اللي حصل، فاجئني اني اتابع النهائي، يعني انا تخيلت انه ما له الكره. قال رونالدو مساء هذه في تلك المباراه انهار، راح للعناية المركزة بفعل فاعل، وليس انت فاكرين لما استطاع جهزوه عشان يشارك في آخر ثلث ساعة يمكن أو نص ساعة، قال لا، معمول لعمل، ومن كان وقال الفرنسيين بكل أسف تدخلها، قال الفرنسيين كثير هناك يحملون الجنسية الفرنسية وأصولهم أفريقية، هم من عملوا هذا الشيء. يعني حتى هو شوف يعني شخص يقرأ ومعروف، يعني محل أنا أعرفه يعني مكانه اللي زرته، بس اسمه والله راح عن بالي بأمانة. وحتى ما بعد توقع لك هالشيء قبل النهائي يعني؟ لا بعد المباراة. بعد المباراة قال إن عملوا له عمل، يعني هو قال لي أنا، قال هذه شغلي وأنا أعرف الشيء هذا. تصور إنه يعني وصلت للأوروبيين، تجاوز الأفريقيين، لكن عشان يثبت لي الكلام قال أنت تعرف إن فرنسا مليانة بالفرنسيين الأصول الأفريقيين. يعني إذا الفيفا لا يستطيع، حتى لو علم إنه ما يستطيع، يعني حتى كان في استفهامات كثيره، ماذا حصل لرونالدو هذا؟ قالوا تسمم، وقالوا ما قدر هنا، ما تقدر تقدر تلوم هذا الموضوع. ثقافه البرازيليين ما هي بعيده يعني، في الافريقيين عن غيرهم يعني. العالم الثالث يعني. امريكا الجنوبيه كلهم كذا. تفضل دكتور. انا مع احترامي حديث الاخ فهد، وانا يعني اؤمن بما قاله نقلا، لكن لا اؤمن فيه عقلا، لأن المثل يقول حدث العاقل بما لا يليق فإن صدق فلا عقل. حتى أنا زيك أنا أؤمن بنقله. أنا قلتي. لا يا أخي فهد، لا يمكن أنا أقبل عقليا أنه لاعب فنان ويجيد اللعب ومتعوب عليه ومتدرب ويصير أمام الجول والكرة تنصرف يسار بفعل ساحر، لا أؤمن في. طيب هذا حدثني أحدهم الله عز وجل عندما وصف اللي قال لي له في المجال إيه ما لا يعني يقول لك أنا قرأت على فلان ولا قرأت على فلان تان، يقرأ بالقرآن الكريم. نعم. القرآن فيه تداوي وفيه كل شيء، شفاء، ما في شيء. نعم. لكن أن يقرأ على فلان بحيث أنه يضره، هذا ما يجوز، ما يجوز هذا أصلا. لا يقول يفك عنه، يقول يفك عنه. أنا أقول ينقل هو يسولف معي وشرح لي الموقف ذا، علمني فقط. لا نقل أمانة، لكن أما أن الشيخ هذا يبالغ أو أنه يسند مبررات ونتائج حدث بأسباب غير صحيحة، لو نظرنا إلى قصة موسى عليه السلام مع السحرة وجدنا فيها يعني السحرة عندما جو يظنون أن القضية خزعبلات،
يسحرون الناس بعينهم، لكن عندما تأكد لهم أنه هذا اللي يفعل موسى عليه السلام مو سحر، آمنوا بظرف دقائق. الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة هو مكة يدعو الناس للإسلام، 13 سنة هذا في ظرف دقيقة. وبعدين ما هو بإيمانه بس، قال لا قطعن لا أصل بنكم وقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف، قالوا افعل ما أنت فاعل في ظرف دقيقة واحد. فإذا لازم نفرق يا إخواننا بين حقائق علمية، حقائق كونية، سنن كونية، وبين قضايا ما يستند لا إلى دين ولا إلى عقل ولا إلى إيمان. قضية اللي ذكرها الدكتور أنا أتفق مع أن الفيفا يفترض أن يكون فيه، هل هي إيمان وثقافة؟ السحر له دور في الفوز والهزيمة إذا تأكد لهذا، فمثل ما ذكر أخي إسلام المنشطات وغيرها وضعت لهذا السبب. بس هذا شيء ملموس. إذا كان أنا إذا كان أنا أقول لك لأن شيء روحي ما تقدر. هم يعتقدون هذه جزء من الثقافة. أنا معكم أنه يجيب ديك ويذبح. أنا معكم متفق، بس هذا شيء كيف الحل يعني؟ خليه يذبح ديك زي ما يبغى. أنا بجي على الحل. يذبح برا لا يذبح في الملعب. يذبح الحنز برا لا يذبح في الملعب. أنا بجي للحل أقولها يعني الآن إحنا شخصنا. طيب ما هو من هي الجهات المسؤولة وما هو الدور المناط فيها لمعالجة هذا الوباء؟ أنا أقول أولا التربية مهمة جدا، اثنين الإعلام مهم جدا، ثلاثة المؤسسات الدينية مهمة جدا، أربعة رعاية الشباب مهمة جدا. هذه الأركان الأربعة عليها مسؤولية كبيرة جدا، لأن القضية هي ما هي عادة قضية يعني، خاصة مع احترامي للأخوة في نادي النصر وإن شاء الله عز وجل أسأل الله أن يكون فعلا هذا الخبر كل اختلاق وتجني على نادي النصر. أما إذا القضية الآن تأخذ أبعاد كثيرة جدا، إذا كنا نأصل لها ونضع لها ثوابت من خلال الرياضة، هذه بكرة الفاشل في الدراسة، الفاشل في أهله، الفاشل في الاقتصاد يجد له مبرر، يجد له مبرر. فأنا أقول لو هالأربع جهات هذه رصدت الحالة هذه، رصدت هذه الظاهرة وأخذت ما أخذ الجد تعزل قضايا السحر. جميل دكتور، وبرجع لها مرة ثانية، هذه أربع نقاط في آخر حلقة لازم نأكدها مرة أخرى. هنا في الملف الأحمر أود أن أؤكد على حقيقة، لا ننظر إلى الأندية ولا ألوانها، يعني بمعنى أصح لا يعنيني نادي النصر، لا يعنيني نادي الهلال، لا يعنيني الاتحاد، لا يعنيني الأهلي، لا يعنيني أي نادي أنت تحبه أو تكرهه. أنا هنا أشخص قضية، أفتح ملف قضية في الوسط الرياضي، أعجبتك ما أعجبتك هذا واقعك، تعتبرها إسقاط على ناديك أو إسقاط على نادي آخر هذا أنت اعتبرها كما تشاء. أنا هنا أطرح القضية وأناقشها، أفتح الملف الأحمر، لهذا سمي بالملف الأحمر، أفتح الملف الأحمر يتعلق بناديك ما يتعلق بناديك هذا لا يعنيني، هذا أمر في رياضتنا أبحثه وأبحث عن حلول. آمل أن تكون الرسالة واصلة للجميع حتى لا يحاول البعض أن يلمح عن هذا النادي أو ذاك النادي. آخر اهتماماتي في الملف الأحمر أبحث عن الحقيقة فقط ولا يعني شيء آخر. في الحلقة الماضية كان معنا لقاء مع يعني عشان يفهم أيضا يكون الصورة واضحة، لماذا أحيانا اللاعب أو نقابل هذا اللاعب، لماذا اللاعب القديم وليس اللاعب الحالي؟ أولا اللاعبين هم الأدوات وتكمل عنصر النجاح في المنظومة الرياضية. عندما نتحدث عن الأخطاء الإدارية أو الأخطاء الفنية أيضا أدواتك الهامة جدا وهم اللاعبين. لماذا اللاعبين المنتهين وليس اللاعبين الحاليين؟ أجيبك أيضا، اللاعب الحالي يخشى على مستقبله، لن يتكلم بصراحة، فبالتالي تبحث عن اللاعب اللي ربما يكون خلاص أنتهى من دور الرياضة فيجلس معك وتكلم كل صراحة، لا عاد يعني لا هذا النادي ولا ذاك. أمر آخر، لماذا هذا اللاعب اللي من نادي فلاني وهذا اللاعب من نادي فلاني؟ على حسب القضية هي من تحدد. أحيانا عندما تحدثنا كان عن أحد الحلقات عن الإدارة والصراعات الإدارية، جبنا لاعب يتحدث أنه في صراعات إدارية وفي تأثير عليه وفي كذا وفي من اللاعبين يلعبون بأمر عضو الشرف ولاعب يحجب بسبب عضو الشرف، هذه حقيقة. لماذا عندما تحدثنا عن الاحتراف جبت لاعب يتحدث عن أنه هذا ناديك الحقة؟ طيب هذا مو لاعب هذا النادي، فهو نادي يعني لا يهمني هذا اللاعب، أنا أشكر اللاعب يطلع يتحدث سواء كان من هذا النادي أو ذاك. وهناك من يبعد بعد كثيرا، ليش جيبونا هنا عشان عندنا مباراة هامة؟ يا أخي والله ما أدري عنك عندك مباراة هامة ولا ما عندك مباراة هامة، ويمكن ولعلمك هذا مصور قبل شهر أو ثلاثة أسابيع، يعني مو الحين عشان أنت فزت اليوم أنت تنظر الآن، أنا قاعد أنظر القدام. فآمل أن تكون الصورة واضحة والله حتى لا نقع في بعض الهمز واللمز من هنا وهناك. إيضاح الحقيقة هو هدفنا. في حلقة ماضية تحدث الكابتن اللاعب السابق ماجد الدوسري عن أمور كثيرة
عن تزوير عقدها الاحترافي في حلقة مخصصة عن الاحتراف، تزوير عقدها الاحترافي أنه أكلت حقوقه، أنه إن وإن وإن وإن. في جزئية معينة تحدث عن الكابتن يوسف خميس، في جزئية من حديثه قال الكابتن يوسف خميس أنه أكل حقي، لأنه في وقت ما في وصل في إدارة، في إدارة من الإدارات كان كابتن يوسف موجود، وأنه الكابتن يوسف خميس تعهد لي وقال لي حقك مضمون، أنا أضمن حقك لكن ابتعد عن الإعلام. في هذه الجزئية تحديدا كان في اتصال مع الكابتن يوسف خميس بعد برنامج الكابتن يوسف خميس، من الناس اللي نعتز فيهم مثله مثل كثير من الأصدقاء في وسطنا الرياضي ولله الحمد، قال لي والله يا مشعل هذا كلام غير صحيح، ولا أذكر هذا اللاعب ولا صار بيني وبينه أي حوار. قلت له كابتن هو تكلم في جزئية عنك، تحب تطلع معنا وتتحدث عن نفس الجزئية؟ قال لي أبشر أطلع وتحدث عن جزئية. قلت له بيض الله وجهك، هذه الجزئية اللي تتعلق بالكابتن يوسف خميس، بكم على الكابتن يوسف خميس في اتصال بعد قليل بعد الفاصل للحديث عن الجزئية المتعلقة بالكابتن يوسف خميس فقط، من حديث الكابتن اللاعب السابق ماجد الدوسري اللي أثار فيها اتهامات الكابتن يوسف خميس. الكابتن يوسف خميس مشكور أن اتصل معي وكان حديث طويل وأكد لي أنه ممكن يطلع معنا الهواء وينفي هذه الاتهامات، وهذا حق من حقوقه، الملف الأحمر للجميع والحق الجميع أن يتحدثوا عن كل ما يمكن أن يهمهم هم أو حتى لو كان هناك اتهام سابق. بعد الفاصل بإذن الله تعالى أعود وأستمع إلى شبح الملز لاعبنا الدولة السابق ومحلل القنوات الرياضية السعودية الكابتن يوسف خميس بعد الفاصل. اهلا وسهلا بكم، اسعد بصحبتكم من جديد عبر خليجيه قناتكم خليجيه وعبر اثير روتانا اف ام، وبصحبه الدكتور صلاح السقا، الدكتور عثمان البركان والكابتن فادي الكلثم. قبل الفاصل قلت لكم معي الكابتن يوسف خميس في اتصال ومداخله عبر حديث تحدث به الكابتن ماجد الدوسري في الحلقه الماضيه. كابتن يوسف اسعد بصحبتك، شكرا للمداخله معنا اليوم وايضاح بعض الحقيقه المتعلقه فيك انت فقط كابتن يوسف. أبو سعد مساء الخير. مساك الله بالنور أبو مشعل، وأمسي على ضيوفك الكرام فردا فردا، ويسعدني أن أتواجد معاكم في الملف الأحمر. ولكن يا أبو مشعل للأسف أن يعني يجب يعرف الجميع أن العقد بين نادي النصر وبين ماجد الدوسري، وليس بين نادي ماجد الدوسري يوسف خميس. صحيح. العقد كابتن ماجد وقع العقد وخذ حق شيخ مصدق من نادي النصر بالمبلغ مقدم العقد. ايضا الشيء الاخر اللي لازم نعرفه ان يوسف خميس عمل في فترة سنة فقط كمدير كرة قدم وبعد ذلك رحل. وبقت العلاقة بين ماجد وبين نادي النصر، ويوسف خميس ليس الطرف فيها. الشيء الآخر، بعد ما رحل يوسف خميس إذا كان حصل أي شيء لازم نعرف أن العقد دائما، عقد لاعب المحترف دائما يحتوي على ثلاث نسخ، أصل وصورتين. ولما يوقعه اللاعب وينتهي لازم يوقع في لجنة الاحتراف ويصادق على توقيعه، والثلاث نسخ، نسخة للنادي ونسخة للاعب ونسخة للجنة الاحتراف. صحيح. تظل فيها. صحيح. إذن أنا أجي أقول وأتحدث عندما قال كابتن ماجد أن عقده في أي شيء، طالما أنك يعني المفروض أنك تملك صورة من عقدك، إذا حصل أي شيء لك الحق أنك تشتكي للجنة الاحتراف وتفعل الاتحاد السعودي لكرة القدم. هذا الشيء اللي المفروض يصير ويحدث. إذا أنت لم تطالب وراء حقك، طالما أنك تقول أن حصل هذا الشيء وأنت الآن بكل إسقاطاتك هذه تتهم يوسف خميس وأني أنا قلت له أسكت وأنا أحل لك المشكلة. أنا كنت برا ومش على أحل المشكلة على إيش؟ وبعد ما صار عقد وصارت المشكلة أنا غير موجود في النادي، أنا فقط كمدير كرة قدم وبعد ذلك رحلت. ما يحدث بعد ذلك ليس من شؤون يوسف خميس،
أما مسألة إني أنا والله طلبت إنه يسكت وأنا أحل عقده ويبدأ الإعلام، هذا الكلام يا أبو مشعل غير صحيح البتة، لأني بمنتهى الأمانة دين الله أنا لا أرضى إني أظلم أو أحد يظلمني، فكيف أنا أرضى والله إنه يقال إنه عقد وحصل فيه كذا وكذا وأنت ما يعني أنت اللي موقع عليه وأنت اللي رحلت لجنة الاحتراف وصادقت ووقعت، إذا أنت مسؤول عن هذه الأشياء، أنت استلمت شيك مصدق بالنادي النصر بمبلغ مقدم العقد، وبعد ذلك أنت لما حصلت المشكلة هذه لك ويوسف غير موجود في النادي كان ممكن بالطرق الرسمية، ولو طلبت إحضار يوسف خميس ممكن الجهة المسؤولة تحضر واللي هي الرئاسة العامة لرعاية الشباب المسؤولة. أما مسألة أني أنا قلت لك اسكت وأنا أحل لك المشكلة، يا أخي أنا ماني رئيس نادي النصر ولا أنا كيان نادي النصر، وأنا جيت فترة وعملت ورحلت. كابتن يوسف أثناء وجودك فقط، هو في جزئتين، أثناء وجودك في أثناء إدارة الأمير بن فيصل، أثناء وجودك كابتن من كان رئيس النادي؟ المرة الأولى عند توقيع الأمير صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن سعود، ونائبه كان الأمير ممدوح بن عبد الرحمن. لا لا، الثانية، الفترة الثانية. الثانية الأمير سعد بن فيصل. سعد بن فيصل. الأمير سعد بن فيصل، عندما مات الأمير سعد بن فيصل، شوف يا أبو مشعل، لا زلت أؤكد وأقول إني أنا لا زلت بكامل قواي العقلية وأدرك لما أقول وأعرف ما قلت. شوف، لم يأتيني ماجد الدوسري لأني أنا جيت فترة مؤقتة. أيه. بناء على طلب من الأمير سعد بن فيصل أمسك التدريب إلى أن نحضر مدرب، وبعد ذلك يعني كلها الفترة شهر ورحلت كمدرب ورحلت لتدريب الناشئين بعدها. أما مسألة أني أنا أحل مشكلتك مع الأمير سعد الفيصل وأنا توعدت له، هذا الكلام لم يحدث إطلاقا. طيب. ومش على أنا لازلت بكامل قواي العقلية وأدرك ما يقول، وشف ورب العالمين واللي حيحاسبني انا ما اجي. أنا هذه النقطه، والنقطه الاخرى بانه حاول يتصل عليك وانه يعني لا ترد على اتصالاته، هذا ما يتعلق به كابتن. شوف شوف ابو مشعل، سم ابو مشعل، شوف انا دومي جاي من مكه كان عندي ارتباط عمل صحيح، جيت مساء البارحه في هذه اللحظه اقسم لك بالله العظيم وانا جاي من مكه، أقسم لك بالله العظيم إن ماجد الدوسري لم يتصل فيني ولم يأتيني ليحدثني في هذا الموضوع بعد ما تركت نادي النصر. بعد ما تركت نادي النصر. واضحة جدا كابتن يوسف خميس. فأنا يعني أبو مشعل أحب أقول يعني بأمانة إذا كنت أنت تعرف من عمل هذا الشيء وتخاف منه هذا شيء راجع لك أنت، لكن أنا بالنسبة لي كيوسف خميس أدرك وأنا رب أسرة ولدي يعني الناس اللي أنا مسؤول عنهم. صحيح. أدرك شيء واحد، إن رب العالمين هو اللي فوقي وهو اللي حيحاسبني. سبحانه. وحيحاسبك زين ولا لا، وأنا يمكن للمرة الأولى في جريدة السبق الإلكترونية لما تطرق للرد، وبناء على الصحفي اللي طلب مني أني أنا يريد أن يشتهر ولكن لما رد عليه، فأعتقد أن هذا يمكن عطاء، ولكن أنا بالنسبة لي أعرف، شوف يا أبو مشعل، لا يعني أعرف الستين وأعرف ماذا لي وماذا علي، وأعرف أن ربي يحاسبني زين ولا لا، وعندي أسرة وأنا مسؤول عنها. شكرا. ويا رب لك الحمد ولك الشكر على كل شيء، أتمتع بكامل صحتي وقوة العقلية. اللهم لك الحمد. وأعرف ماذا أقول وماذا قلت يعني بأمانة، وأنا ما أخاف إلا من ربي، ما أخاف من أحد حتى أسكت عن شيء. توكلنا عليه. لأن اللي يخاف هو اللي سكت في المرة السابقة وهو يعرف من ظلمه. نعم. ويعرف من العقد صار معه. وشوف ومشعل، وللأمانة وأعطيك إياها بصراحة، هناك الآن أشخاص. أيوة. أو شخص وراء على الموضوع هذا ويقول له أن لك هناك عضو شرف. أيوة. حيعطيك أنت اشتك وتكلم وقل، وهناك عضو شرف يريد أن طيب. يساعدك. وحتى أنهم طلبوا من شخص آخر كان عامل معي إداري في تلك الفترة أن تشهد معنا إعلاميا. كابتن يوسف خميس، أنا أصبح بأسماهم وشاكر لكم مقدر يا أبو مشعل. شكرا لك أبو سعد. كابتن يوسف خميس الشبح الملز ولاعب الدولي السابق والمدرب الوطني ومحلل القنوات الرياضية السعودية، شكرا مرة أخرى للإيضاح. بقي معي دقيقة أبغى أوصل إلى الحلول دكتور، مرة أخرى الأربع حلول اللي أنت ذكرتها تعيدها لي مرة ثانية لو سمحت. زدتها واحد أو زدها واحد تفضل. أولا هو البيت طبعا اللي هو أول محضن تربوي، واللي الإنسان منطلقات القيم والمبادئ والسلوكيات تنطلق من عنده، ثم بعد ذلك التربية، والتربية المسؤول الأساسي
في تعديل سلوك الناس وقيمهم وأخلاقهم. ثم بعد ذلك المؤسسات الإعلامية، وهنا المؤسسات الإعلامية الثلاثة، المقروء والمسموع والمشاهد، وندخل معها طبعا المواقع النت والمنتديات والتواصل الاجتماعي وغيره. ثم المؤسسات الدينية، وأكد على دور خطبة الجمعة في توضيح هذه الأمور وهي من الأشياء الأساسية. وأخيرا رعاية الشباب، ورعاية الشباب هنا طرحوها الإخوان عن طريق لوائح، عن طريق قوانينها يفترض أنها تشدد على هذه القضية وتعاقب من ينحى هذا المنحى. فهد عشان اختم باللي قلت ولا طيب لا ما عاد بقى معي نص دقيقة. دكتور تفضل، في شيء تبغى تضيفه؟ لا ما عندي شيء اضيف. نص دقيقة؟ يعني اقول للشاهد حصل لي في 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 مسيرتي الرياضية اتوا ثلاثة الى البيت، يعني انه حصل شيء هذا، دخلوا عندي تفضلوا قهويتهم قالوا لي انت لن تلعب ولن تستطيع ان تقدم ولن تنجح الا بتقديم كذا وكذا وكذا. في النهاية سألتهم ليه، كان اشكالهم ظاهرها الصلاح داخلهم اكيد المفسدة والسوء. رديت عليهم إذا الله وفقني الحمد لله، إذا لم أوفق وأمشي وأكمل لا أريد. يعني وساومني قال لن أخذ منك مبلغ إلا إذا ضربت أسهمك عالي جدا، سأتي لك وأقابلك وأخذ مبلغ، فرفضت هذا. إذا أخلص الآن، المتتبع للآيات القرآنية والحديثية في دلالة واضحة وأكيدة للجميع أن الله سبحانه وتعالى هو اللي يضر، هو اللي ينفع، هو اللي يلجأ إليه العباد، هو اللي لن يصيبنا إلا هو اللي يبعد عنك بسبب أو بغير سبب. وفي الآية الكريمة وإن يمسسك الله وإن يمسسك بضر فلا كاشف له وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، سورة الأنعام آية رقم 17. شكرا جزيلا أستاذ كابتن فهد كاظم، شكرا لك. طول العمر. دكتور صلاح ساقي شكرا لك. شكرا لك. دكتور عثمان البركان مرة أخرى شكرا لك. شكرا لك وللأخوة المشاهدين. في التصويت عن الوهم الرياضي 68% كما ذكر متابعي برنامج الملف الأحمر، 68% نعم وتقريبا 25% لا. هذا تصويتكم وصلت إلى آخر المشوار. الملف الأحمر لكم، وعدنا بإذن الله تعالى الخميس المقبل وقضية أخرى نناقشها بكل جرأة. فقط رسالة، الأمير أحمد عبد الوهاب بن مساعد ذكر لي أن ما ذكر محمد لطف عن الاتصال اللي جاء في ترشيحه هو بندر محمد كلام غير صحيح البتة، أنقلها كما ذكر لي الأمير عبد الوهاب بن مساعد رئيس نادي الهلال. الملف الأحمر، إلى اللقاء.